بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. أوراق عمل إثرائية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم الصف الخامس الابتدائي. السؤال الأول: أي المراحل العمرية الآتية تبدأ من 1 سنة وتنتهي عند 12 سنة؟ هل هي الرشد، الطفولة، المراهقة، الطفولة المبكرة؟ كما تعلمنا سابقا أن مراحل دورة حياة الإنسان تبدأ من الولادة وحتى سنة وتسمى الطفولة المبكرة، ثم من سنة إلى 12 أو 13 سنة وتسمى الطفولة. إذن الإجابة الصحيحة نعم، أحسنتم، ب الطفولة. السؤال الثاني: ما المرحلة العمرية التي يزداد فيها الطول بشكل كبير ويبدأ نمو شعر الوجه؟ كما تعلمنا سابقا أن نمو شعر الوجه وزيادة الطول بشكل كبير هي من مراحل، نعم أحسنتم، إنها مرحلة المراهقة، والإجابة C. أحسنتم مبدئي. السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة الآتية: ألف، ما المرحلة التي يعتمد فيها الشخص على والديه بشكل كبير؟ نعم أحسنتم أبنائي، إنها مرحلة الطفولة المبكرة. ب، ما المرحلة العمرية التي تبدأ في سن 65 سنة، أي بعد انتهاء سن الرشد، وتبدأ من 65 سنة وحتى الوفاة؟ نعم أحسنتم أبنائي، إنها مرحلة الشيخوخة. جيم، في أي مرحلة عمرية يتعلم فيها الإنسان القراءة والكتابة؟ أسمع أحدكم يقول نعم أحسنت، إنها الطفولة. دال، ما المرحلة التي يحدث فيها أكثر التغيرات القانونية؟ أحسنتم أبنائي، إنها مرحلة الرشد. ها، عدد مراحل دورة حياة الإنسان. كما تعلمنا سابقا أن دورة حياة الإنسان هي 5 مراحل: تبدأ بالطفولة المبكرة، ثم الطفولة، ثم المراهقة، ثم الرشد، وأخيرا الشيخوخة. أحسنتم أبنائي. الورقة العمل الثانية: 1، أي التغيرات الأساسية الآتية ليست قانونية؟ ليست قانونية، أي إنها تغيرات طبيعية. هل هي تعلم الكلام؟ أم قيادة السيارة؟ إتمام الدراسة؟ القدرة على الزواج؟ نعم، إن التغير الطبيعي هو، نعم أحسنتم أبنائي، إنه تعلم الكلام. 2، أي من التغيرات الأساسية الآتية ليست طبيعية؟ أي إنه تغير قانوني، تغير قانوني. نعم، هل هو تعلم الكلام، تعلم المشي، إتمام الدراسة، وصول إلى سن الزواج؟ نعم أحسنتم أبنائي، إنها الإجابة C، إتمام الدراسة. أحسنتم أبنائي. السؤال الثالث: أجب عن الآتي، اذكر مثالين على تغيرات أساسية طبيعية. نعم، كما تعلمنا سابقا هناك العديد والعديد من التغيرات الأساسية الطبيعية مثل ازدياد الطول وتعلم المشي والكلام. ب، اذكر مثالين على تغيرات قانونية. نعم أحسنتم، قيادة السيارة، القدرة على الإنجاب، القدرة على الزواج. جيم، ما هي أطول المراحل العمرية في دورة حياة الإنسان؟ أسمع أحدكم يقول أحسنت، إنها مرحلة الرشد،
والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى 65 سنة. أحسنتم أبنائي. ورقة عمل ثلاثة. واحد، ما السطح الذي يعطي أكبر قيمة لقوة احتكاك؟ أكبر قيمة لقوة احتكاك، هل هو بلاط سيراميك، سجادة سميكة، سجادة مطاطية، طاولة خشبية مسقولة؟ نعم أحسنتم، إنها السجادة السميكة. لماذا اعتمد المهندسون الزيت كمادة لتزييت محركات السيارة؟ هل هو لزيادة الاحتراق بين أجزاء المحركات، أم لإضافة لمعان وبريق لأجزاء المحركات، أم لرفع أجزاء درجة الحرارة بين أجزاء المحركات، أم لسهولة الحركة بين أجزاء المحركات ومنع الاحتكاك؟ نعم، إن الزيت وسيلة لمنع الاحتكاك. أحسنتم أبنائي، الإجابة دي. السؤال الثالث، أجب عن الآتي. ألف، ما المفهوم العلمي لقوة تعيق الحركة وتعمل في عكس اتجاه الحركة؟ كما تعلمنا سابقا أن القوة التي تعيق الحركة وتعمل في عكس اتجاه الحركة هي، نعم، إنها قوة الاحتكاك. ب، من شروط الاحتكاك أن يحدث بين سطحين، نعم أحسنتم، متلامسين يتحركان أو يريدان التحرك. جيم، اذكر مثالين على مقاومة الهواء. نعم أحسنتم، إنها المظلة الهوائية أو الطائرات الورقية. دال، اذكر مثالين على مقاومة الماء. نعم أحسنتم، القوارب وحركة الأسماك في المياه. أحسنتم أبنائي. كيف تؤثر قوة مقاومة الماء في الأجسام؟ قوة مقاومة الماء في الأجسام، هل تجعل الأجسام تبدأ بالتحرك؟ أم تدفع الأجسام للأمام؟ أم تدفع الأجسام عكس اتجاه الحركة؟ أم تسحب الأجسام للخلف؟ نعم أحسنتم أبنائي، إن قوة الاحتكاك تدفع الأجسام عكس اتجاه الحركة. ما اسم الجزء المدبب من القارب والذي يساعده على التحرك بسهولة في الماء؟ هل هو القوس، الجزء الخلفي، العارض، الدفة؟ أحسنتم، كما تعلمنا سابقا إن مقدمة القارب تسمى القوس. أحسنتم أبنائي. أجب عن الآتي. واحد، عدد ثنائيات القوى التي تؤثر فيها الطائرة عند تحليقها في الهواء. كما تعلمنا أن الطائرة تقع تحت تأثير أحد أربع قوى، للأمام وللخلف ولأعلى ولأسفل. إذن ثنائيات القوى، قوة الدفع وتكون للأمام، قوة مقاومة الهواء وتكون في عكس اتجاه الحركة أي للخلف، قوة الرفع وتكون لأعلى، قوة الوزن وتكون لأسفل. 2، ما تعريف قوة الاحتكاك؟ نعم، هي قوة تعيق الحركة وتعمل عكس اتجاه الحركة. 3، ما المقصود بالشكل الانسيابي؟ كما تعلمنا سابقا أن الشكل الانسيابي هو الشكل المدبب الأطراف عريض الوسط. أحسنتم أبنائي. ما المسافة التي قطعتها الطائرة الأكثر ديناميكية في الهواء؟ بالنظر إلى الشكل الذي أمامنا وإلى أعلى ارتفاع في الأعمدة، فيكون هو الشكل الأكثر ديناميكية لأنه قطع أكثر مسافة. إذن الإجابة هي 9 متر. أحسنتم أبنائي. ما الخصائص المشتركة بين الحيوانات والسفن والطائرات التي تتحرك بسرعات عالية؟ هل لها شكل انسيابي يقلل المقاومة؟ أم لها شكل انسيابي يزيد المقاومة؟ أم لها شكل انسيابي يثبت المقاومة؟ أم ليس لها شكل انسيابي يؤثر على المقاومة؟ إذا الخاصية المشتركة بين الحيوانات والسفن والطائرات التي تتحرك بسرعات عالية، نعم، لها شكل انسيابي، والشكل الانسيابي يقلل المقاومة. ما الأداة التي تساعد الغطاس على التحكم في السرعة والحركة تحت الماء؟ هل هي النظارة، أسطوانة التنفس، أنبوب التنفس،
همزة عالف السباحة. نعم أحسنتم، إنها زعانف السباحة والتي تساعد على الحركة تحت الماء. أحسنتم. أجب عن الآتي: ألف، ما الزمن الذي استغرقه الصاروخ ليصل إلى سرعة 6 كيلو متر؟ بالنظر للشكل الذي أمامنا نلاحظ أن السرعة تكون على المحور الرأسي، ومدة الرحلة أي الزمن بالدقائق على المحور الأفقي. نريد أن نصل إلى سرعة 6 كيلو متر، نحددها أولا 6 كيلو متر، ثم نرسم خط من النقطة إلى أسفل، عندها نحسب الزمن هكذا. إذا الإجابة الصحيحة هي 4 دقائق. ب، فسر شكل الصاروخ في مقدار مقاومة الهواء له. كما تعلمنا سابقا أن شكل الصاروخ هو شكل انسيابي مدبب، نعم، يقاوم أو يقلل مقاومة الهواء. جيم، عدد العوامل التي تعتمد عليها مقاومة الهواء للأجسام المتحركة فيه. نعم أحسنتم أبنائي، الشكل يؤثر، الملمس، السرعة، مساحة السطح. أحسنتم أبنائي. أجب عن الآتي من خلال الشكل الذي أمامنا: ما سرعة الصاروخ بعد مرور زمن قدره 8 دقائق؟ نلاحظ أن الزمن يكون على المحور الأفقي، نحدد 8 دقائق أولا. نعم كما وضحنا، نرسم سهم من النقطة 8 إلى أعلى، وعندما تلامس المنحنى نأخذ سهم من النقطة إلى النقطة التي تحدد السرعة. نعم أحسنتم هكذا، ثم نحدد السرعة. نعم أحسنتم أبنائي، إن السرعة هي 11 كيلو متر. ب، ضع دائرة حول تأثير الأجسام الآتية في مقاومة الهواء. جسم كروي، هل هو يقلل مقاومة الهواء أم يزيد مقاومة الهواء؟ نعم أحسنتم، يقلل مقاومة الهواء لأن له شكل انسيابي. جسم عريض ومسطح، ليس له شكل انسيابي، إذن يزيد مقاومة الهواء. جسم مدبب الأطراف، نعم له شكل انسيابي، فإذن يقلل مقاومة الهواء. جسم خشن، نعم أحسنتم، إن الأجسام الخشنة تزيد من مقاومة الهواء. أحسنتم أبنائي. ما حالات المادة الثلاث؟ هي صلب سائل رخو، تبخر انصهار تجمد، صلب سائل غاز، تكاثف تبخر ذوبان. نعم أسمع إجابتكم جميعا، إن الإجابة هي سي، صلب سائل غاز. ما اسم العملية التي تتغير فيها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بالتسخين؟ نعم كما تعلمنا، من سائل إلى غاز، نعم إنها عملية، هل هي التبخر، التكاثف، الانصهار، التجمد؟ أحسنتم أبنائي، أسمع إجابتكم جميعا، إن الإجابة A، التبخر. أحسنتم أبنائي. ألاحظ المخطط أبناه واكتب المفردات في مكانها الصحيحة للمخطط بالاستعانة بالكلمات التي فيها صندوق الكلمات: التكاثف، التبريد، التبخر، التجمد، التسخين، الانصهار. نبدأ معنا يا أبنائي، العمليات التي تكون بالتبريد هي العمليات التي تكون من المادة الغازية إلى السائلة ومن السائلة إلى الصلبة. نعم أحسنتم، العملية الأولى تكون من المادة الغازية إلى المادة السائلة هي عملية التكاثف. أحسنتم أبنائي، ثم من المادة السائلة إلى المادة الصلبة تسمى هذه العملية عملية التجمد. وهناك عمليتين آخرتين تتم بالتسخين، تكون من تحول المادة الصلبة إلى الحالة السائلة أو تحول المادة السائلة إلى الحالة الغازية. أولا العملية التي تكون بالتسخين يتحول من الصلب إلى السائل إلى عملية الانصهار، ثم من السائل إلى الغاز تكون عملية التبخر. أحسنتم أبنائي. أي مما يأتي مثال على الانصهار، أي تحول المادة من صلب إلى سائل.
صلب إلى سائل، هل هو تحول الماء إلى جليد، أم تحول الجليد إلى ماء، أم تحول الماء إلى بخار، أم تحول الجليد إلى بخار؟ نعم أحسنتم، إن الإجابة ب، تحول الجليد إلى ماء. الجمل الآتية تصف الاختبار العادل، كما تعلمنا سابقا أن الاختبار العادل هل هو اختبار يتغير فيه عامل واحد وباقي العوامل ثابتة، أم اختبار يتغير فيه عاملان فقط، أم اختبار يكون فيه عامل واحد فقط ثابتا لا يتغير، أم اختبار يجرى في أماكن عديدة؟ نعم كما تعلمنا سابقا أن الاختبار العادل يتغير فيه عامل واحد فقط ويسمى العامل المستقل وباقي العوامل تكون ثابتة. إذا الإجابة الصحيحة هي A. نلاحظ معا يا أبنائي، في تجربة استقصاء التبخر تم وضع نفس كمية الماء في الأوعية الثلاثة ووضعين في الشمس لنفس المدة الزمنية، أجب عما يأتي. ألف، حدد الوعاء الأسرع في التبخر. كما نلاحظ أن الأوعية الثلاث تختلف في مساحة السطح، إذن الوعاء الأكبر في مساحة السطح هو الذي سيتبخر منه الماء أولا. إذا الإجابة أحسنتم جيم. ب، حدد المتغير المستقل. المتغير المستقل هو المتغير الوحيد في هذه التجربة وهي مساحة سطح الإناء. المتغير التابع، نعم أحسنتم، إنها مقدار الماء المتبخر. لاحظ يا أبنائي أن المتغير الوحيد أو المتغير المستقل هو مساحة سطح الإناء، وهو المتغير المستقل الوحيد. المتغير التابع هو النتيجة لهذا التغير ومقدار الماء المتبخر. أحسنتم يا أبنائي. د، لماذا يتبخر الماء العذب أسرع من الماء المالح؟ نعم أحسنتم، كما تعلمنا سابقا لوجود مواد ذائبة فيه مثل الأملاح في الماء، هذا يؤخر عملية التبخر. بالنظر لهذا الاختبار، هل هذا الاختبار عادل أم غير عادل؟ نعم أحسنتم، إنه اختبار عادل كما تعلمنا لوجود متغير واحد فقط مستقل. أحسنتم. واو، ما درجة الحرارة التي يتبخر عندها الماء؟ كما تعلمنا سابقا أن الماء يتبخر عند أي درجة حرارة، عند أي درجة حرارة وليس عند درجة ثابتة. أحسنتم أبنائي. يا، ما هي الوحدات المستخدمة في قياس درجة الحرارة؟ كما تعلمنا سابقا أنها الدرجة السيليزية أو درجة مئوية. أحسنتم أبنائي. أراقب الصورة الآتية التي تمثل أوعية معباة بكميات مختلفة من الماء عند درجة الحرارة الابتدائية نفسها، أي منها أتوقع بأنها سوف تتجمد أسرع؟ إنه أحد الاختبارات العادلة يا أبنائي. السؤال ألف، حدد الوعاء الأبطأ في التجمد مع التفسير. نلاحظ معا أن الوعاء الأبطأ في التجمد هو الذي يحتوي على كمية مياه كبيرة، إذن إنه الوعاء جيم لأنه أكثر كمية الماء. ب، حدد المتغيرات الآتية. واحد، المتغير المستقل وهو المتغير الوحيد في هذه التجربة. نعم أحسنتم، له كمية الماء مختلفة في الأكواب الثلاثة. اثنين، المتغير التابع وهو النتيجة لهذه التجربة. نعم، سرعة التجمد، أيهما يتجمد أسرع؟ ثلاثة، متغير ثابت، هناك العديد من المتغيرات الثابتة مثل نفس المكان، نفس درجة الحرارة الابتدائية، مكان التجمد، كل هذه متغيرات ثابتة. جيم، لماذا يعتبر هذا الاختبار عادل؟ أحسنتم، لوجود متغير واحد مستقل وهو كمية الماء، هي الوحيدة المختلفة في هذه التجربة. أحسنتم أبنائي. من خلال الشكل الآتي أجب عما يأتي. من الشكل يرمز إلى تحولات المادة من الحالة الصلبة للسائلة والسائلة للغازية والعكس. ألف،
قارن بين المواد A, B, C من حيث الحالة والشكل والحجم. الحالة أولا A صلبة, B سائلة, C غازية. الشكل في A شكل ثابت, أما في B غير ثابت إنه يأخذ شكل الإناء الحوي له. C متغير غير ثابت. الحجم في A حجم ثابت, في B حجم ثابت, أما في C حجم متغير. B أي العمليات الآتية تحدث بالتسخين وأيها يحدث بالتبريد؟ ألف التبخر. أحسنتم. لنبخر الأشياء, لنبخر الماء مثلا نحتاج إلى رفع درجة الحرارة, إذا عملية التبخير تحدث بالتسخين. اثنين التجمد, لنجمد الماء مثلا نحوله إلى ثلج نحتاج إلى مبرد, إذا العملية تتم بالتبريد. التكاثف أي تحول المادة مرة أخرى من البخار إلى السائل, وهذا يحتاج إلى تبريد. أحسنتم. الانصهار لكي يتحول الثلج إلى ماء يحتاج إلى رفع درجة حرارته, إذا العملية تتم بالتسخين. أحسنتم. ماء الهطول, هل هو الماء المتجمع في السحب, أم الماء المتساقط من السحب, أم الماء الموجود في الأنهار, أم الماء المتجمد؟ كما تعلمنا سابقا أن الهطول هو الماء المتساقط من السحب, إذا الإجابة B. ما دورة الماء؟ دورة الماء هل هي حركة الماء بين الفضاء وسطح الأرض, أم حركة الماء بين الغلاف الجوي وسطح الأرض, أم حركة الماء بين الجليد والثلج, أم حركة الغازات في الماء؟ كما تعلمنا سابقا أن دورة الماء هي حركة الماء بين الغلاف الجوي وسطح الأرض, إذا الإجابة B. اكتب العناوين الآتية في أماكنها الصحيحة في المخطط أدناه من خلال مربع الكلمات: تكاثف, تبخر, هطول, مياه جارية. إنها دورة الماء, مخطط لدورة الماء. الكلمة الأولى هي التبخر, وهي تحول الماء أيا كان من مصادره, من البحار, من المحيطات, من البرك, المستنقعات, من أشجار, من الأشجار عن طريق عملية النتح وهكذا. إنها عملية تحول الماء من سائل إلى بخار, نعم عملية التبخير. ثم يحدث تكاثف لبخار الماء ليكون ما يسمى بالسحب, إذا العملية الثانية هي عملية التكاثف. عندما تتجمع قطرات الماء مع بعضها البعض لتكون قطرات ثقيلة لا تتحملها السحب يبدأ هطول الأمطار, إذا المرحلة التالية هي عملية الهطول. ثم بعد سقوط الأمطار تتجمع لتكون ما يسمى بالمياه الجارية. أحسنتم أبنائي. فسر سبب وجود أنواع مختلفة من الهطول, هل هو لتعدد المياه, أم لتعدد البلدان, أم لتعدد المناخات, أم لتعدد سرعة الرياح. كما تعلمنا سابقا أن وجود أنواع مختلفة من الهطول, وهي الأنواع الأربعة: المطر والرذاذ والبرد والجليد أو الثلج, إنه لتعدد المناخات. أحسنتم أبنائي. أي من الآتي يعتبر هطول صلب؟ كما تعلمنا أن الهطول الصلب هو البرد أو الثلج, والاختيار الموجود هنا هو البرد. أحسنتم أبنائي. أجب عن الآتي: ما حالة الماء عند درجات الحرارة الآتية؟ 100 درجة مئوية, 100 درجة مئوية تكون غاز, 40 درجة مئوية من 0 إلى 90 إلى 99 تكون درجة الحرارة في الحالة السائلة, عن 0 تكون درجة الحرارة للحالة الصلبة. إذا ما غاز تحول من سائل إلى بخار, 40 سائل 0 صلب. ب ما المقصود بعملية التجمد؟ نعم أحسنتم, تحول الماء إلى ثلج, أي تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. ولا ننسى أن هذه العملية, عملية التجمد, تتم بالتبريد. أحسنتم أبنائي.
ما المجموعة الغذائية التي تنتمي إليها البطاطا؟ هل هي من البقوليات أم الحبوب أم الخضروات أم الخضروات النشوية؟ أحسنتم، إنها من الخضروات النشوية مثل البطاطا، البطاطا الحلوة، الجزر، النفط، الشمندر، كل هذه من الخضروات النشوية. لماذا تتضمن الوجبة الغذائية الصحية نسبة عالية من الحبوب والخضروات النشوية؟ نعم، أن الحبوب والخضروات النشوية مصدر كبير لعنصر مهم وهو الكربوهيدرات الذي يمد الجسم بالطاقة. إذا الإجابة A. أجب عن الآتي: أذكر ضررين من أضرار تناول الأطعمة الآتية بكميات كبيرة. واحد، الدهون، كما تعلمنا أنها تسبب السمنة والنوبات القلبية. السكر، زيادة الوزن والسمنة أيضا وتسوس الأسنان. الملح وهو الأخطر بينهم، يسبب ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وتكون حصوات الكلى، وهناك الكثير والكثير. أحسنتم أبنائي. أي الأغذية الآتية لا ينتمي إلى مجموعة منتجات الألبان؟ هو الجبن، الدجاج، الزبدة، الزبادي. أحسنتم أبنائي، إنها الدجاج. أي الأغذية الآتية لا ينتمي إلى مجموعة الخضروات؟ البروكلي، القرنبيط، التونة، الخس. أحسنتم أبنائي، إنها التونة وهي من مجموعة اللحوم. أحسنتم أبنائي. أجب عن الآتي: إلى أي مجموعة غذائية تنتمي التونة والسلمون؟ نعم، كما تعلمنا أنها مجموعة اللحوم وهي مجموعة غنية بالبروتين الذي يساعد على النمو وتعويض الأنسجة التالفة. أحسنتم. ب. أذكر مثالا واحدا على البقوليات. أخذنا الكثير من الأمثلة على البقوليات مثل الفول والعدس والبازلاء والفاصولية وهكذا، هناك أمثلة كثيرة. ما العناصر الغذائية التي تزود الجسم بالطاقة؟ عنصر غذائي يزود الجسم بالطاقة، هل هو الكربوهيدرات، البروتينات، الفيتامينات، الأملاح المعدنية؟ كما تعلمنا أن هذا العنصر موجود في الحبوب والخضروات النشوية. أحسنتم أبنائي، أنها الكربوهيدرات والغنية بالطاقة والتي تمد الجسم بالطاقة. أي من الآتي أحد أضرار زيادة نسبة الأملاح في الطعام؟ هل هو الربو، الإمساك، حصوات الكلى، أمراض القلب؟ أحسنتم، إنها حصوات الكلى. أحسنتم أبنائي. أجب عن الآتي: ألف، أذكر أغذية تحتوي على كميات كبيرة من البروتين. كما تعلمنا أن الأغذية الغنية بالبروتين مثل اللحوم والأسماك والدجاج والبقوليات أيضا هو من البروتين النباتي. ب. لماذا يحتاج الإنسان إلى الخضروات النشوية؟ كما تعلمنا أن الحبوب والخضروات النشوية مصدر مهم جدا للكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، إذن لتزويد الجسم بالطاقة. أحسنتم أبنائي. ما العناصر الغذائية التي تساعد على النمو وإعادة بناء الأنسجة التالفة؟ هي الكربوهيدرات، الأملاح المعدنية، الفيتامينات، البروتينات. هذا العنصر موجود داخل اللحوم والأسماك والدجاج. أحسنتم، إنه البروتينات. أي المجموعات الغذائية الآتية تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية؟ أحسنتم أبنائي، هذه المجموعة تحتوي على الكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية وهي؟ نعم، الخضروات. أحسنتم أبنائي. أجب عن الآتي: أكتب المقصود بالوحدة جي. إن الوحدة جي هي وحدة صغيرة تستخدم في قياس أو حساب الأوزان، وهي وحدة جزء من 1000 جزء من الكيلوغرام، أي الكيلوغرام الواحد يحتوي على 1000 جرام. ب. وحدد المكون الموجود بالكمية الأوفر في الغذاء. لنبحث معا يا أبنائي، نلاحظ أن الكمية الأوفر هي البروتينات وتحتوي على 14 جرام من البروتينات. أحسنتم أبنائي. أي المجموعات الغذائية الآتية يوجد بكميات قليلة في الطبق الغذائي؟ هل هي البقوليات، الخضروات والفواكه، الحبوب والنشويات، اللحوم ومنتجات الألبان؟ كما تعلمنا أن المجموعة الغذائية التي توجد بكميات كبيرة
هي الخضروات والفواكه والتي توجد بكميات قليلة. نعم أسمعكم، إنها البقوليات. أحسنتم. أي الأطعمة الآتية عند تناولها بكثرة يسبب السمنة، هل هو الخبز، الدجاج، الدهون، رقائق البطاطا؟ أحسنتم، إنها أحد مسببات السمنة وهي الدهون. أحسنتم أبنائي. أجب عن الآتي: ما العنصر الغذائي الذي يمثل أعلى نسبة؟ من خلال جدول القيمة الغذائية الموضح بالشكل نلاحظ أن الكربوهيدرات هي أعلى نسبة وتساوي 70.43 من 100 جرام. هل هذه الحصة صحية أم لا ولماذا؟ نعم إنها صحية لاحتوائها على كميات قليلة من السكريات والدهون وتحتوي على كميات قليلة أخرى من الملح. كم عدد الحصة الغذائية التي تحتوي على 140.86 جرام من الكربوهيدرات؟ نلاحظ معا يا أبنائي أن الحصة الواحدة تحتوي على 70.43 من 100 جرام، ونلاحظ أن هذا ضعف الكمية، إذا إنها حصتان. أحسنتم أبنائي. أجب عن الأسئلة الآتية: ما أكبر المجموعات الغذائية الموجودة في الطبق الغذائي؟ كما ذكرت سابقا أن أكبر المجموعات الغذائية هو الخضروات والفواكه، وتحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والتي تحافظ على صحة الجسم وتقي من الأمراض. ب: ما العنصر الغذائي الموجود في مجموعة اللحوم؟ كما تعلمنا أن اللحوم تشمل لحوم الدجاج والأسماك ولحوم الحيوانات، والعنصر الموجود فيها هو البروتينات والتي يساعد على النمو وتعويض الأنسجة التالفة. أحسنتم أبنائي. جيم: ما الغذاء الذي لا يحتوي على جميع العناصر الغذائية بكميات مناسبة؟ نعم أحسنتم، إنه الغذاء الغير متوازن. دال: ما العنصر الغذائي الموجود بكثرة في الخضروات النشوية؟ أحسنتم، إنه الكربوهيدرات والذي يمد الجسم ويزودها بالطاقة. وإلى هنا تنتهي آخر أسئلتنا لهذه المراجعة الإثرائية. أرجو لكم التوفيق والسداد وبالنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.